الو يا راضي، معلش سؤال وجودي على السريع كده، واحنا بنحتفل بفالنتاين ليه؟ انت اخر هديه جات لك امتى؟ اولى اعدادي؟ اه الدبدوب الاصفر ده اللي على شكل بطوط. ايوه، اللي كان محشي حصى وزلط. ايوه، اللي كسرت لك بيه سنتك ده. ايوه، فاكره. لا انا تالته اعدادي. اه كانت موضه ساعتها طالعه المجات السيراميك وحاجات سيراميك ويكتبوا اي لاف يو وهابي فالنتاين. انا جابت لي عربيه كبيره قوي كده، اه ورده رسمت لي عليه وكتبت لي 3 غرز. لسه لحد دلوقتي. اه لا لا لا، اوعى ما تجيبش حاجه، انا بطلت اجيب، خطر يا عم. حماده السنه اللي فاتت مش جاب لها كيتش ماشين صوب اوت قطع؟ حب لطيف جاب لها السشوار. الله يرحمك يا عبده، مات من الكهرب. لا لا ورد، لا اوعى تجيب ورد، اوعى تقع ورد، لا بلاش ورد، كله شوك. وبعدين لو الزعزوعه دي مش مقصوصه بيه لسوع. لا لا بص، عشان تبقى في امان الامان اعمل زيي، غني. اه اغنيه، اي اغنيه فيها حب قولها، قولها شعر. اه اصله اخر كلام، حتفتف عليك، خلصنا، مفيش حاجه. بقول لك ايه، ارسم لها رسمه. اه رسمه بالالوان كده، قلب ورد بتاع. لا كانسون فابريان، وانت مجنون، ده ورق تخين. ارسم لها حاجه على ورق زبده، ورق كلك، حاجات اللي هي الخفيفه دي. هي طلبت ايه؟ طلبت سلسله؟ حددت نوع السلسله؟ ما حددتش. لا بص، نصيحه من اخ لاخوه، النهارده بات عند امك. هابي فالنتاين.